هنتكلم عن ايه؟ عن الاحسان، اسم الله المحسن. ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فعل، ما جاش اسم، ورد فعل، لكن ورد اسم في الاحاديث، وهنقول ورد فعل. ركزوا معايا بقى، الله عز وجل يقول واحسن، ها، كما احسن الله اليك، فعل. يبقى ربنا بيحسن، دي سوره القصص. يبقى الاحسان ايه؟ فعل من افعال الله عز وجل، ودي افعال ربوبيه، خلي بالكم، يبقى ده توحيد ربوبيه. وقال على لسان في القرآن برضو سيدنا يوسف وقد أحسن بي، مين؟ الله عز وجل. فالإحسان برضو أتى إيه؟ أتى فعل. طيب ركزوا معايا بقى في سورة الطلاق، الله عز وجل يقول وقد أحسن الله له إيه؟ رزقا، برضو فعل. الله عز وجل قال إيه؟ قال كمان فتبارك الله إيه؟ أحسن الخالقين، سورة المؤمنين. طيب كل ده ورد إيه يا جماعة؟ ورد فعل. أحسن وردت في كتاب ربنا فعل. طب في السنة جت في ثلاث أماكن، ثلاث أحاديث ثبات اسم الله المحسن. إحنا طبعا عشان بس نتعبد بالاسم ونمرره على القلب وابقى عارفة يعني إيه إحسان، لازم يكون ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه. وركزوا معايا، دي أول قاعدة هو بناخدها. ما يجيش واحد يقول لك مش عارف إيه أصل كذا، ولازم أدي فرصة لفلان إن هو يسخط، يسخط ويسخط على الله وأفعل إيه ده؟ انتوا بتعلموا الناس ايه؟ خلينا في اللي نقوله النهارده. يبقى ورد فعل، لا نسمي الله عز وجل ونقول عليه ولا نصف سبحانه الا بما وصف به نفسه، كتاب وسنه. طيب في السنه جت ايه؟ ثلاث احاديث. الحديث الاول حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكمتم فاعدلوا، اذا حكمتم فاعدلوا، واذا قتلتم فاحسنوا، ان الله عز وجل محسن، يحب المحسنين، اسم الله المحسن. على فكرة مش كل أسماء الله سبحانه وتعالى يجب لها أن يكون لها مقتدى عندي من السلوك، لا، في أسماء ما يكونش لها مقتدى من السلوك، وأسماء يصح أن يكون لها مقتدى، وأسماء لا يصح، لا يصح أن يكون لها مقتدى من السلوك. زي إيه؟ زي اسم الله المتكبر. اسم الله المتكبر لا يصح انك تكوني متكبره، الكبر من الكبائر، يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر النمل الصغير، يطأهم الناس بالاقدام. ليه؟ عشان كانوا بينتفخوا على الناس وبيكبروا على الناس في الدنيا، فربنا عاقبهم بانه يداس عليهم في الاخر. لكن المحسن اسم من اسماء ربنا لازم يكون له مقتدى من السلوك، لازم يكون ليكي مقتدى من السلوك فيه. يبقى ده الحديث الاول. الحديث الثاني حديث شداد بن اوس رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شداد اللي بيقول كده، قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ اثنتين، ان الله قال ان الله محسن يحب الاحسان، ان الله محسن يحب الاحسان، ادي الصفه وادي الفعل. طيب الحديث الثالث اثبات اسم الله المحسن، حديث سمره بن جندب بيقول ايه؟ بيقول ان الله تعالى قال، هي بقى إن الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول محسن فأحسنوا، الله عز وجل محسن فأحسن. ثلاث أحاديث بتثبت لي الاسم، لكن ورد في القرآن فعل. تمام، طب المحسن في اللغة معناه إيه؟ اسم فاعل، فعله أحسن يحسن إحسانا، فهو إيه؟ محسن. والحسن ضد القبح، وحسن الشيء تحسينا يعني زين وتزيين، وأحسن إليه وأحسن به صنع الله له وبه، أو صنع الشخص له وبه معروف. فأنا لما أقول مثلا أحسني إلى أمك، أحسني إلى أبيك، يعني صنعي لهم إيه؟ معروف. طب معيار الحسن إيه؟ أعرف إن ده حسن ولا قبح إيه؟ اسمعوا، اسمعوا معايا يا بنات النهاردة من فضلكم. الحسن ما حسنه الله عز وجل، مش فلان، مش الناس، مش اللي حسنه الناس، لا، ما حسنه الله سبحانه وتعالى. يبقى انت معيارك حسنك ومعيار امورك في الدنيا الحكم عليها ورؤيتك للشيء ده قبيح ولا حسن، بقال الله، قال رسول الله، قال الصحابه، اولو البر والعرفان، بس مش فلان، مش على كيف الناس، مش على راي الناس ابدا. في واحد مثلا مجموعه يقول لك ايه؟ احنا نمدح المراه، ده شفتي ده جريئه ازاي؟ شفتي بتتكلم وجريئه كده ومش عارفه، ماشي، في جرأه في محلها وفي جرأه مش في محلها. جرأة عند المخاوف ماشي، عند الإقدام، لكن في معاملات الرجال والانفتاح على الرجال والاختلاط والخروج في ليل نهار خراجة ولاجة، لا طبعا. إيه اللي حسنه ربنا وإيه المعيار؟ أيهما حسنه الله وأيهما قبحه الله؟ ده معيارك. يبقى أنا معياري كمسلمة إيه؟ ها؟ أخد من شخصيتي ومن هاك شخصيتي إيه؟ ها؟
ان من اللي خلقني من ربنا، مش كلمه تاخدني وكلمه توديني واصل كلام الناس واصل رايهم واصل مش ميزانك. والله لا والف لا ومليون لا، مش ميزانك. ميزانك هو معيار ربنا سبحانه وتعالى ما حسنه الله عز وجل.